عسلامة الناس كل مرة أخرى، باش نكمل اليوم نصلحوا 6 بروبليمات اللي قاعدوا من تسي بي سي 2022، واليوم سيف خليل جاي معانا، دونك المرة اللي فاتت ما كانش ديسبونيبل. سيف نحب نقول لك ميرسي بوكو اللي قبلتوا أنه تبارتاجيو الإكسبيرونس تاعكم على العباد، نحبك تعطي ميساج للعباد يتفرجوا فينا اللي ما يعرفوش الكومبيتيتيف بروجرامينغ ويعرفوش كيفاش يبداو، دونك أنت عندك شي نصيحة للعباد هذوما. عسلامة الناس الكل، أنا سيف خليل، تروزيام أني ليسونس في ليزي. البيس راه ما تستحقش حاجه كبيره باش تبداه، هو جوست لازم تبدا من الفرونساي واي الكل وتوصل فيسا فيسا للنيفو هذايا، جوست لازمك خدمه وكهو. فاسب اليوم مع بعضنا البروبليم اي باهي. البروبليم اي شنو احكي؟ قالك انا باش نعطيك تري مثل هكا شجره، باهي قالك باش نعطيك لي نو، شكون مثال هذايا نو واحد، هذايا اثنين، هذايا ثلاثة، هذايا أربعة، خمسة، ست. قالك كل نو هوني باش يكون عنده فالور، باهي الفالور هذايا تنجم تكون بينات الواحد وال 10 بيسونس 5. باهي مثال هوني عندنا الفالور من الأول، عندنا 10، هوني عندنا 20، هوني عندنا 15، هوني عندنا 16، هوني 5، وهوني 4. باهي بس خسي من ودش تدخلش معنا ياسر اوكي جوست كابتينيهم من الاول. باهي هو شنو يحب من البروبليم هذايا؟ قالك باش نعطيك انا كويري، كل مره باش نسالك اسئله كيو مره. باهي فما زوز انواع، النوع الاولاني يقول لك انا باش نعطيك فالور مثل باش نعطيك انا سامحني اسم النوع اكس، ما قبيله سميناهم واحدين ثلاثه اربعه خمسه سته، مثال عطانا هوني النوع اربعه، قالك سب تري الكل نعطيك معها سامحني فالور، فالور هوني خلينا نقولوا جي. باه قالك الفالور جي هذايا نحبك تمشي للسب تري نتاع الاربعه، السب تري نتاع الاربعه هي عباره فسخت هذايا البارتي الكل، ما عادش عندي تري هوني، عندي كان بارتي هذايا تري، هذايا اسم السب تري. قالك الفالور الكل هوني تبدلهم لي بجي، معناها 20 هذايا تتفسخ تولي لي جي، هذايا 15 تتفسخ تولي لي جي، وهذايا 16 تتفسخ تولي لي جي. الفالور جي تنجم تكون بينات كيف كيف زاد من انفيريور ويغال 10 بيسونس 5 و سوبريور ويغال ل 1. باه باش تمشي تبدل الفالور نتاع السب تري الكل، هذايا اسمه سب تري خاطر نحينا البارتي الكل نتاع تري ما عادش يهمنا فيها، تغزر جوست النوع هذايا اربعه، تغزر اللي تحت الكل وتبدل الفالور نتاعهم، مثال هوني كانت 20، هوني كانت 15، هوني كانت اربعه، نبدلهم الكل جي، فسخهم الكل نعطيهم نفس الفالور. باه هذا النوع الاولاني نتاع الكويري اللي هو ابديت باش يكون، تبدل الفالور. باه باهي النوعيه الثانيه نتاع الكيستيون هي شنو باش تكون؟ باش يقول لك اعطيني مثال سب تري النو اسم النو نتاعها، يقول لك مثال اربعه مره اخرى، يقول لك اسكو سب تري هذايا الكل السوم نتاعهم مثال هوني 3 فوا جي، باش يكون جي مع جي مع جي اللي هي 3 فوا جي، نفترضوا اللي هي مثال جي نتاعنا اللي هي 7، 3 فوا 7 اللي هي 21. باهي باش يقول لك اسكو السوم هذايا تويكا نتاع العداد اسكو هي برايم ولا؟ باهي كيفاش نتستيو نحن سا عدد اسكو سمح لي نجم يكون السوم تاع زوز عدد برايم ولا؟ باهي ساعة عندنا كونجونكتور في العدد البير الكل، أي عدد بير نجم تكتب زوز عدد برايم. باهي هذا كونجونكتور الديمونستراسيون نتاعها صعيبة على الآخر، الحقيقة في الكومبيتيسيون ما كناش نعرفوا كيفاش نلقاوها، أما جوست عملت فاسون غريدي على الآخر، ريت أي عدد برايم في الدنيا مثال أبار اثنين وثلاثة، عندك الخمسة، السبعة، الأحداش، 13، تكتب 6 فوا بي بلس 1 والا 6 فوا بي موانز 1. مثال عندنا الخمسة، الخمسة هي 6 الا 1، السبعة هي 6 مع 1، عندنا الأحداش اللي هي 6 في 2 الا 1، وعندنا 13 اللي هي 6 في 2 مع 1. باهي من الفكرة هذيا جوست عملنا استنتاج صغير انه العدد البرايم قداش عندك من عدد برايم مثال في ان اليمون، مثال 10 اليمين 2 3 4 5 6 7 8 9 10، قداش عندنا من عدد برايم هوني؟ فما فازت تقول لك اللي هما ان سور لوغ دو ان، تعرف قداش عندك من عدد برايم. باهي دونك في 10 بيسونس 5 باش تلقى عندك حكاية 10 بيسونس 4 نمبر برايم اللي هو عدد كبير برشا، دونك ديفيرونس ماهيش تكون كبيرة برشا بين 6 بي موانز 1 و 6 بي بلس 1، دونك هذاك علاش جوست عملنا افتراضية انه راهو اي عدد بير وقتها نجم تكتب دو برايم، وجربناها بكل فرع عادية ولقيناها ديما تختفي. باهي دونك نتعداو المشكلة نتاعنا في الامبير. باهي هي في جوست فيها كونجونكتور نتاع البير، ننصحكم تشوفها. باهي بالنسبة لعدد امبير باش تكتب زوز عدد برايم، باه عندك انا مثال عدد اكس باش تكتب سوم تاع زوز عدد، لو كان العدد الاولاني هذا بي نقصد بها بير و اي نقصد بها امبير. باه
اي عدد في الدنيا اكس 1 لو كان هذا امبير ينجم يكون كان سوم تاع زوج اعداد اللي هو امبير وبير عليه. باهي لو كان انا عندي عدد امبير امبير كيفاش تكتبها؟ تكتب 2 فوا فوا جي 2 فوا جي بلس 1 هذا العدد الامبير كيفاش تكتب. باهي والعدد البير تكتب بير بي ان خلينا نسميوه اللي هو تكتب 2 فوا جي. باهي لو كان انا باش نعمل زوج اعداد امبير امبير بلس امبير هوني باش تعطينا 2 جي بلس 1 بلس 2 جي بريم بلس 1 اللي هي باش تكتب بالكل 2 فوا فاكتور نتاع 2 جي بلس 2 اللي هو سامحني بلس 1 لا لا ديزالي جي بريم هو تكتب هوني 2 فاكتور 2 جي بلس جي بريم بلس 1 فوالا. باهي دونك كيما تشوفوا هوني هي تتقسم على 2 دونك ما تساعدش انك تعمل عدد عدد امبير ما نجمش يكون السوم تاع زوج اعداد امبير بيان سور زاد ما نجمش يكون السوم تاع زوج اعداد بير على خاطر ريزولتا تاع السوم تاع زوج اعداد بير باش يكون عدد بير. دونك الحل الوحيد انه يكون الاكس هذاك يكون السوم تاع زوج اعداد امبير وبير. باهي معنا كان عدد واحد برك برايم بير اللي هو 2 دونك انا جوست بالين تيستي اكس موان 2 كها اسكو هو عدد برايم اسكو نجم تكتب عدد برايم ولا اسكو هو اون فيت عدد برايم ولا. باهي هوني الاكس نتاعنا السوم تاع سب 3 هوني تنجم توصل حتى 10 بيسونس 9. باهي لو كان دونك الكومبلكسيتي نتاعها باش تكون في راسين دو 10 بيسونس 9 اللي هي باش تجي 10 بيسونس 4.5. لو كان نجي نشوفوا هوني قداش نعمل نومبر دانستركسيون انا كل مره نتستي سب 3 هذايا اللي هو باش يكون الفالور نتاعو 10 بيسونس 9 موان 1 خلينا نقولوا عدد امبي باش تكون الكومبلكسيتي نتاعو زون في حدود 10 بيسونس 9 انستركسيون باش نعملها واللي هي حاجه باش تخلي البي سي نتاعنا يراني في 10 سكوند بالطبيعه باش تعمل لنا تايم ليميت خاطر البروبليم يفوت في 10 سكوندات. دونك هوني فما حاجه اخرى باش نعملوها باش نستعمل التيوريم تاع فيرما. باهي التيوريم دي فيرما هي حاجه ماهيش هي جوست باش نفترضوا اسكو هو نجم يكون برايم ولا. باهي لو كان عندنا عدد ساعه التيوريم تاع برايم تاع فيرما شو تقول؟ يقول لك عندك عدد ا ماهوش ديفيزور ولا سامحني ماهوش فاكتور دو بي ماهوش فاكتور تاع بي بي هو عدد برايم هوني. باهي يقول لك اي عدد ا بيسونس بي موان 1 كونغرو ا مود بي. باهي اي عدد تحطو انت ماهوش من مضاعفات بي والبي هو عدد برايم ا بيسونس بي موان 1 باش يكون كونغرو باقي القسم نتاعو على بي باش يكون 1. باهي باش نستعملو هذه الفازة باش نتستيو اسكو العدد هذاك ينجم يكون برايم ولا ولا هي حاجة لازمنا نعملو كيكا خاطر ما عندناش حل آخر. باهي كيف باش نعملو؟ باش ناخدو نحنا عدد ا ماهوش فاكتور نتاع بي ماهوش من مضاعفات بي باش نجربو عليه خمسة باش ناخدوهم راندوم العدد هذوما وكل مرة نشوفو اسكو ا بيسونس بي موان 1 كونغرو ا 1 مود بي ولا باش نجربوها زون خمسة ستة مرات لو كان ديما تعطينا ا دونك هذا ينجم يكون بري ماهوش في سورة البروبابيليتي نتاعو باش يكون زون 80% بري 80% فما واحدة اللي هي البروبابيليتي نتاعها انها تخطف زون 98% فما الجوريتم اخر اللي هو نتاع ميلر رابن انصحكم تشوفوه زادا. باهي هذا باش نتستيو اسكو هو ينجم يكون برايم ولا والكومبلكسيتي نتاعو باش يكون في لوك دو ان. باهي دونك هذا كيفاش تعرفوا اسكو هو العدد نجم يكون برايم ولا بالنسبه للامبير وبالنسبه للبير تول نقولوا يس بالنسبه لاي عدد اي سوم بير جوست نقولوا يس خاطر فما كونجونكتور تقول لك اي زوز عدد بير نجم يتكتبوا زوز عدد سوم تاع زوز عدد برايم. باهي دونك هذه هي المشكله الاولانيه نتاع المات حليناها تعداو لمشكله اخرى اللي هي كيفاش باهي بس نعاود التري من الاول. باهي اللي هي كيف باش نعمل انا الابديت وكيفاش نطلع الفالور السم تاع سب 3 مثلا عندي هذه النود هذه 2 هذه 3 هذه 4 هذه 5. باهي كيما نشوفوا هوني فما حاجه اسمها سيجمنت تري ساب كل شيء ننصحكم زاد تشوفها في كودك بالتونسي فما مهدي شيخ راح فسرهم بالكدا الحقيقه انا بديت تعلمت منها. باهي هوني ما نجموش نستعملوا سيجمنت تري على خاطرها تري ماهيش بينار. باهي اول حاجه باش نعملوها هوني باش نخمموا فيها انه تري هذايا نردوها نردوها سيجمون قبل كل شيء. باهي علاش هسه ما نجموش نستعملوا سيجمنت تري علاش بينير نجم نعطيك هو تري هكا تكون لو كان نعطيك تري هكا بالنسبه للعبيد بيان سور اللي تعرف سيجمنت تري سيجمنت تري هي تعطيك تخدم لك الكويري في لوك دو ان اما في كا كيما هكا مش تقعد ديما تهبط هي
دونك كان كل مره يسلك على الاخرين جوست باش تعمل ديما او دو ان دونك معاش تساع ماش تكون لك الكويري في لوك دو ان. دونك احسن حاجه نعملوها الساعه انه رجعوا التري هذا الساعه رجعها للسيجمون باهي. دونك كيفاش رجعوا التري هذا للسيجمون؟ باهي هي جوست باش نعملوا سامبل دي فيس باش يكون عندنا ثلاثه تابلوات. التابلو الاولاني نسميوها ديسكفر زين. التابلو الثاني نسميوه بيجي. التابلو الثاني نسميوه انت. باهي نكبر شوية في التريم تاعنا. هوني 6 هوني 7 هوني 8 باهي. الدي فيس نتاعنا كيفاش تباركوري هي التريم تاعنا؟ تباركوريها هكا تمشي لهوني من الاول واحد ومن بعد ثلاثة ومن بعد الخمسة ومن بعد ترجع لثلاثة هوني تمشي لأربعة ومن بعد ترجع لثلاثة تخرج منها ترجع للواحد تمشي لاثنين ستة سبعة ثمانية ومن بعد تبقى ترجع لين توفى في الواحد باهي. دونك أول واحد باش تشاف هو مادام الآن هو الروت أول واحد باش نشوفوه هو الآن باه. بعد ما نشوف الان شكون باش تشوف بعده بالضبط اللي هو التروا باه. بعد التروا باش تشوف السانك. بعد السانك باش تشوف الكات. هوني باش نرجع للتروا. التروا ديجا تشوف ما عنديش علي باش نحطو. طيب باش تشوف اثنين هوني الستة سبعة من بعد الثمانية باه. طيب البيجين البيجين شنو وقتاش انا دخلت فانا وقت دخلت انا لك النو هذاك مثل الان وقتاش دخلته خلينا نقولوا في التاج الان سميوه تاج باه. الباقين نتاعو اه عندك التروا وقتاش دخلت له الباقين نتاع التروا اللي هو جوست هكا باهي. خلينا نمشيو بالانديس هذين انديس 1 2 3 4 5 6 7 8 توصل له باهي. هذوما لي انديس نتاعنا هذوما في التابلو باهي. في التروا دخلت له انا الثاني ثاني واحد دخلت له هو التروا ومن بعد عندي 5 5 هوني دخلت له التروا في الوقت التروا باهي. الكات دخلت له من بعد في الوقت كات هوني دو دخلت له في السانك في السيس دخلت له بعد في الوقت سيت سيت دخلت له في الميت هكا هذا جوست نون ثبت هذا الاولاني ثاني ثالث الرابع هذا الخامس سادس سبعة لا سادس سبعة وهذا الثامن فوالا باهي. طريق الانت انا دخلت من الاول للواحد وقت شو فيت انا بعد النو كامل بيت نشوفها مع بعضها من الاول دخلت لواحد بعد مشيت لثلاثة ثلاثة مشيت لخمسة ومن بعد الخمسة هوني ما مشيت لحتى واحد دونك الخمسة وقت شو فيت وفيت وقت اللي دخلت لها بالضبط دونك الاند نتاعها كانت تروا الاربعة رجعت من بعد ثلاثة ثلاثة مازالت ما فاتش خاطر باش ادخل منها هاي الاربعة الاربعة وقت شو فيت وفيت وقت اللي دخلت لها زادة باهي. ثلاثة وقت شو فيت وفيت في الخمسة هوني ثلاثة فيت في الخمسة باهي. دو هوني وقت شو فيت لحظة ومن بعد رجعنا للان الان ما فاتش هوني دخلنا للدو الدو باش تهبط للستة دونك الستة باش تكمل السبعة ومن بعد السبعة باش تكمل الثمانية الثمانية باش توفى في وقتها ما عنديش عليه باش تكون ولا ثمانية باش توفى في ثمانية السبعة باش توفى من بعد من بعد ثمانية خلينا نقولوا اللي هي باهي اللي هي كيف كيف خلينا نقولوا فات في ثمانية الستة اللي هي تعديت وفات بعد ثمانية معناها دونك جوست ثمانية باهي. اثنين كيف كيف وفات مع ثمانية والآن وفات مع ثمانية بعد ثمانية بالضبط باهي. دونك هوني شنو باش يصلحو لنا التابلوات هذوما باهي. عندنا مثال هوني الساعة الباقين حاب نعرف أن الآن تاعي السابتري نتاعها أنا باهي وقتاش بدات هي؟ هي بدات في الآن وفات في الميت. نشوف أنا السابتري نتاعها في ديسكفر هوني شكون عندي أنا في الآن؟ عندي الآن والتروا والسانك والكات والدو والسيس والست والميت باهي. عندي أنا مثال هوني الدو الدو نعرفها بدات في السانك وفات في الميت. نجي نشوف انا هوني 1 2 3 4 5 عندي 2 فات في 8 هذا ال 18 هذا ال 5 2 6 7 8 كما تشوفوا هوني هذيك في السابتري نتاعها باهي. هوني عندنا 3 مثال بدات في 2 وفات في 5 نجي نشوفوا هوني عندنا 2 وفات هوني دونك جوست عندنا 3 وال 4 وال 5 نتاعنا هذوما هما لي زيليمون الموجودين تحت السابتري نتاعها ولا تنجم تجربهم من الكل كنت تحب تلقاهم ديما كيك باهي. بعد ما عملنا لي زيليمون هذوما وقتاش الباقيين وقتاش الانت طبيك مش نلقاو مش نعملو فاس اخر طبيك باش نعمل سيجمنت تري نتاعنا باهي. كيف باش نعمل انا سيجمنت تري صلاحنا باهي. انا مثال نحب نعمل ابديت لل شو اسمه سب تري هذايا باش نمشي انا للتر يقول لي هو نحب على لي مون تروا هذايا نحب نعمل له ابديت باش نجي انا هوني نشوف التروا نتاعي بدات في اثنين هوني اربعه باهي اثنين ثلاثه اربعه فوالا باهي. باش نشوف انا طبيك التروا نتاعي باش نعمل لها ابديت جوست باش نعمل سيجمنت لي هوني فسخ هذايا شويه جوست هوني كل لي مون قداش الفالور نتاعهم باش يكون هوني السوم نتاعهم
هوني السوم تاعهم هوني السوم تاعهم هوني السوم تاعهم جست نفترض هوني على اساس كل واحد عنده السوم تاعو ولا نزينوها بصوغ باه الان نقولوا نحن عندنا فالور 10 هذا عنده الفالور 3 هذا عنده فالور 4 6 7 12 باه 16 عندنا هوني مثل 20 باه هذوما السوم تاعهم هذا 3 هذا 10 هذا 19 هذا 36 باه من بعد هذوما السوم تاعهم باش تعطينا 23 بون هذا 55 السوم تاعهم هذوما زوز باش تعطينا 78 باه اون فيت هذا السيجمنت تريم تاعنا لو كان هو طلب منا مثال السوم تاع السب تريم من 1 حتى الميت مثال جست قال لي نحب انا السب تريم تاع الان باش نمشي نشوف انا الباجين والاند تاع الان باش نلقاها هي مثال من الان حتى الميت باش نشوف انا الان الميت باش نلقاها اللي هي السوم تاع الناس الكل اللي هي 78 مثال حب تويك السوم تاع السب تريك هاو باش نمشي انا متروا حتى الكات هوني دونك باش نشوف انا باش نلقاها هي السوم هذه باش نهبط هوني في السيجمنت تريم تاعي باش نلقى هذه الفالور باش نجي هوني هذا كل موجود في الانترفال دونك باش ناخذ فالور 10 ما نكملش نهبط اللوطه من بعد هوني ناخذ الفالور اللي هي 3 هكاك باش نلقى السوم تاعي انا كومبلكسيتي نتاعها باش تكون في لوك داون هذايا بالنسبه للكويري نتاعنا طبيعي كان عندنا الابديت كيف باش تكون باهي انا طبيعي نحب نجي للبلاصه هذايا نحب نعمل ابديت نحب نعمل ابديت للكويري هذا الكل نبدل في السب تري الكل فالور مثل لحظه نفسخ هذايا نحب نبدل انا طبيعي في الانترفال هذايا نحب نبدل فالور نتاعهم كل سبعه باهي اون فيت شنو باش يصير هوني لو كان انا باش نهبط بالليمون بالليمون نقدر نبدل فيه تصور انا يعطيني الري كامل كل مره يقول لي اسمعني على كل سامحني يجيني انا طبيكه للروت اللي هو الا يجي يقول لك نحبك ديما تبديتي لي الروت كامل تبدل لي الناس الكل بفالور اللي هي 5 باش نقعد انا كل مره نتعدى على الزينيموم من الاول 1 3 5 4 2 6 7 8 نبدل فيهم بالواحد بالواحد نعطي كل واحد منهم الفالور نتاعو 5 هوني باش تكون مشكله الخاطر قد باش يكون الكومبلكسيتي نتاعها اللي هي الابديت باش تكون في لوك داون فوا على كل واحد وحده اللي هي النمبر نتاع النو الكل اللي هو هوني ان باه دونك هذه هي بدا مشكله خاطر باش يكون الكومبلكسيتي وقت نتاع البروغرام كامل اللي هي الكيوب اللي هي النمبر تاع الكويريز فوا ان لوك دو ان على كل مره انا باش نعمل ابديت وكل باه فما حاجه اخرى اللي هي سيجمنت تري باش نعملو هوني ليزي بروباجيشن سيجمنت تري ليزي بروباجيشن باه فسر اون فيت شنو باش يصير انا مثال طويكه نحب نعمل ابديت للناس الكل هوني باه باش يكون انا عندي باش نحذر حاجه ابار انه يكون في كل نو في السيجمنتري عنده فالور باش يكون فما فالور اخرى نسميه نحن مثال ليزي باه هذا الفالور شين باش يكون فيها مثال قال لي اعمل لي ابديت نتاع 5 باش يكون فيها الفالور 5 تاهو نقف غاديك علاش ما نقعدش انا نهبط نبدل في كل واحد عبارة بدل فيهم وما عندي الفالور 5 باش تقول لي هوني فاش تنجم تنفعني نقول لك انا شوف الساعه هذه نبدلوها السوم باش تولي السوم تاع الناس الكل طول اللي هم هوني قالش عندي من ريمون عندي هوني 8 8 في 5 باش تكون 40 باه باش تقول لي انت تويكا باهي انا تويكا كي نسالك على الانترفال هذايا شنو باش تعمل باهي وقت اللي باش يسالني هو على الانترفال هذايا وقتها انا الليزي هذايا باش تصير بروباغاسيون هذاك علاش اسمها سيجمنتري ليزي بروباغاسيون باش تصير بروباغاسيون هوني باش يهبط الفالور هذايا باش يهبط معها الليزي هذيك 5 باش يجي لهوني باش يقول لك لحظه هذايا البارتي موجود الكل في الانترفال دونك نهبط نبدل كان هذايا نردها 10 ما كملش نهبط اللوطه ما عنديش علاش نعمل لهم ابديت سينو نجي لهوني نخلي هذه الفالور باش نبدلها لحظه باش نجي للتروا هوني خاطر هذيك في الانترفال هذه مش في الانترفال هذه نبدلوا الفالور نتاعو 5 ومن بعد هذه نعمل لها ابديت للكل هوني تبدل هذه 10 مع 5 15 وهذه باش تكون 10 هوني 25 ومن بعد تبدل غاديك السوم باش تقعد 40 مي دونك هذيك هي الفكره حتى كي باش يصير ابديت من بعد تولي تهبط بالوحده بالوحده دونك الكومبلكسيتي نتاعها هوني من في بلاصه ما تكون ان لوك دو ان باش تكون في لوك دو ان علاش الخاطر هو ما يولي يعمل لها ابديت النو هذيك الا ما يهبط لها دونك وقت اللي باش تصير هذيك الفاسه باش تكون جوست في لوك دو ان ما نقعدش انا نخسر في وقت كل مره نتعدى بالواحد بالواحد على لي نو ما نسحقهاش باهي دونك هذه هي اللي كانت الفكره جوست نعمل ليزي بروباجيشن باش نعمل الابديت نتاعنا باهي لو كان مثال عملت ابديت انا على الواحد الكل ومن بعد سالني جوست على البارتي هذيا جست نهبط على البارتي هذايا رجع الريزلتا اللي هو باش يكون السوم بينات هذي وهذايا طول ما نسحقش حتى السوم هذايا دونك ما عنديش علاش باش نعمل لها ابديت هذايا
دونك هذيك هي الفكره نتاع لي سي بروباجيشن وهذيك هي الفكره نتاع الكود كله جوست باش نعملوا معناها من الاول باش ناخذوا التري نتاعنا باش نردوها سيغمون ومن بعد ما كي سيغمون هذاك باش نرجعوها سيغمون تري نتعداو لامبليمونتاسيون هكا هذه لامبليمونتاسيون نتاع التري من الاول نقراو الان اللي هو نمبر نتاع لي زيليمون اللي عندنا في التري بهذه الانيسياليزاسيون نتاع لي تروا تابلو نتاعنا البيجين والاند والجست سيست به ولا خلينا نقولوا ريسايس للتابلوات باهي هذايا جوست نقرا لي زيليمون لي فالور نتاع كل نو باهي كان تلاحظوا هوني التابلو عندك سي بي زيرو لي زيليمون اللي عندي بالان يبدا دونك وقت اللي قريت التري نتاعي جوست كل ليمون نقص في ان يعني ليمون ان باش يجيني باش يولي لي زيرو ليمون دو هو ان هكاك باهي قريت الجنس الكل عملنا التري من بعد عملت ديفيس باش نتعدى على لي زيليمون باهي ديفيس نتاعنا كيما قلنا نحنا باش نردو كتري سيغمون ولا ثلاثة تابلوات باهي باش يكون عندنا فاريبل جلوبال اللي هو سي على كل مرة نتعديو على نو ناخدو الباقيين نتاعو نرانيو عليه ديفيس وقت اللي نرجع للمون هذيك نحطو الاند نتاع وقت نشوف باهي نشوفو مع بعضنا تري كيفاش مثال انا هوني طبيعي تري نتاعي هكا في الاكزومبل اللي عطاهولنا في تي سي بي سي باهي اللي هو هذايا فيت الانبوت كل باهي من الاول السي تبدا من الصفر باش تدخل للان مادام هو الروت الان باش ياخو الباقيين نتاعو باش يكون صفر باهي باش السي تنكريمونتي من بعد بان دونك السي من الاول صفر الباقيين نتاعنا نتاع الان اللي هو زيرو ومن بعد السي ولات ان باهي باش تدخل للدو الدو عندنا السي ولات صحني السي هي ديجا ان دونك الباقيين نتاع الدو باش يكون ان و باش يقدم السي نتاعنا باش تولي اثنين وتعدل التروا باهي هوني السي نتاعنا باش تولي دو هي ديجا سامحني ولات دو من جرة اللي قبلها دونك الباقيين نتاع تروا باش يكون دو باهي باش انكريمونتي تويك السي باش تولي تروا باهي التروا هوني ما عندهم وين تمشي ما عندهم وين تحت دونك الاند نتاعها باش يكون سي موان زان اللي هو تروا موان زان اللي هو دو دونك بدات في دو وفات في دو باش نرجع للدو هوني الاند نتاعها باش يكون سي اللي هو ديجا تروا موان زان دونك اللي هو دو هوني الان مازال عندها باش تعمل الان هوني باش تمشي للاربعة وهكاك باش تقعد ماشي هكا اون فيت ديفيس باش تخدم هكا وقت اللي يوفى كل شيء ترجع لل الان باهي نشوفو مع بعضنا ديجا كيف باش يكونو الديسكفر وال تابلويت نتاعنا ثلاثة فوالا جوست كبر شوية هوني باهي لي زيلومون كيما تشوفو هوني عندك الأولاني اللي تشوف هو الأن تشوفو من بعد تري أول واحد تشوف هو الأن بعد دو تروا كات سانك سيس سيت ويت ومن بعد نوف باهي في الديسكفر هوني أول واحد شفت هو الأن بعد دو بعد تروا كات سانك سيس سيت ويت نوف باهي الباقيين نتاع الأن هو زيرو الأند نتاعو هو الويت باهي نشوفهم في التابلو هاذيا زيرو لانديس زيرو معناها هاذيا لانديس أن دو تروا كات سانك سيس سيت ويت دونك ديجا تحت السبتري السبتري نتاع الأن فيها لي زيلومون الكل باهي نشوف الدو بدات في الأن وفات في الدو بدات في الأن فات في الدو السبتري نتاعها في دو تروا جربهم الكل ديجا شوف الباقي نتاعو الأن نتاعو تلقاها تلقى السبتري نتاعو في التري هذي ديجا هذي هي التري نتاعنا باهي بعد ما قريت لي زيرو مواد الكل رسمت كومنتير عملنا البيلد هوني نتاع السيجمنت تري نتاعنا بعد ما رديتهم انا بدي في سيدي بعد ما رديتهم ثلاثة سيجمنت عملنا البيلد نتاعنا تاع السيجمنت تري ننصحكم تشوفوا ديجا السيجمنت تري الموجودة على في كودينغ بالتونسي عملنا مهدي شخرو باهي دونك هذي البيلد تاع السيجمنت تري ديجا الميرج نتاعها ساهلة على الاخر اللي هي السوم نتاعهم زوز تاع لي زيرمون زوز وهوني الابديت نتاعنا باهي هوني عملنا سيجمنت تري لي سي بروباجيشن ديجا فسرنا على خاطر باش ابديتيو رانج كاملة هوني ديجا الابديت ليزي ليزي الكل باهي الكويري نتاعنا باش تكون جوست ريزولتا السوم تاع زوز ريمونيت فوالا ومن بعد هوني قرينا الكيو الكويري نتاعنا لو كان الكويري نتاعنا ديجا ان باش نقراو الاو والفال هذي باش تكون الابديت الفال نتاعنا جوست نعديو الابديت كاو باهي بيان سور مننساوش انو نوخرو الاو نتاعنا في ان نقصو الاو نتاعنا ان خاطر هاديك سينا كل شي بزيرو حتى لينو الكل باهي
هوني الريزلتا لو كان النمبر برومي نتاعنا مود 2 ايكال ايكال 0 دونك انا في شي توليس قلنا ديجا اللي فيها كونجونكتور سينو فما اس اف بروبابل برايم نشوفوا اسكو هو برايم ولا حكينا على فيرما ديجا قلنا اللي هو عنده تيوريم لاي عدد ماهوش ديفيزيبل ماهوش من لي ملتيبل نتاع برايم بي ا بويسونس تي موانز 1 كونغرو ا 1 المود نتاعو مود بي باش يكون 1 دونك شتي خدمة هاديك انا اسكو باش ناخدو من الاول العدد هذاكا اللي هو بي موان 2 وني فوالا باش نتستيو بي موان 2 بالور هذايا موان 2 10 مرات ان شاء الله 10 ايتيراسيونات لو كان هي ديجا في الركات نشوفو اسكو هي 2 ولا 3 سينو نجربو راندوم نتاعنا نخدمو على الخدمة هاذي لو كان لقينا عدد بركة بيسونس بي موان 1 ديفيرون دو 1 تاع 10 ايتيراسيونات ريتورني فول سينو ريتورني ترو هو ينجم يكون برايم مش بان في العدد 10 بيسونس 9 اصغر من 10 بيسونس 9 تخدم في البروبابلي برايم نشوفها ملك ماهيش تعمل لنا مشكلة وتخدم في لوك دو ان بان علاش في لوك دو ان هي جوست نشوف العدد راندوم اللي هي حاجة في او دو 1 اما البين بوم تاعنا نطلعو البيسونس نتاعنا 1 بيسونس بي موان 1 نعملوها في لوك دو ان هذا البين بوم تاعنا خرج لنا ريزلتا مود ام بان اللي هو باش يكون مود بي اون بي كا لو كان بروبابلي برايم هاديكا نخرجو يس سينو نفيشيو نو كا ديجا نجربو راني و كنت على نفوت تلاتة هنا خرجت لنا يس يس نو نجربو نشوفو حتى البي اللي عطا هنا في كل كا بلا من الاول مثال عنا من ملو اللي حب الريزلتا نتاع السبعة هكا سب تري سبعة نشوفوها باهي سب تري سبعة فيها الان والكات والتروا هوني عنا ان هوني عنا كات هوني عنا تروا السوم نتاعهم ثلاثة اللي هي ثمانية ديجا نشوفوها من الباقيين نتاعنا باش نعمل الكويري نحن من الباقيين نتاع الاو للاند نتاع الاو دونك اللي هي في الديسكفر حسب ما شفناها قبيله مثال باش نشوفو نحنا متاع سبعة اللي هي زيرو وان دو تروا كات سانك سيس فوالا هوني باهي بديت في السيس وفات في الويت دونك نشوفو نحنا السيس باش تكون هوني باش تشوفها هوني دونك لي زيليمون اللي في السبتيني متاع سبعة اللي هما سبعة ثمانية تسعة باش نعمل الكويري متاعنا بالباقيين متاع سبعة للاند متاعهم دونك السوم متاعهم هما اللي هي واحد ربعة ثلاثة اللي هي باش تكون ثمانية هوني ثمانية قلنا اي عدد بير ديجا نجم تكتب زوز عدد برايم سوم تاع زوز برايم دونك تول يس باهي السبعة هوني باش نجربو سبعة الا اثنين هو خمسة خاطر من نجم تكتب كان عدد بير ولا امبير كيما فسرناها ديجا خرجت يس ترونت بير يس وهوني فانسيت الفانسانك ماهوش برايم خاطر فانسانك هو السانكو كاري